ما إذا كان قد ضلل البرلمان عمدا وقال إنه أجبر على الاستقالة من خلال تحقيق متحيز. احتل نبأ استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من البرلمان عناوين الصحافة البريطانية هنا اليوم. هذه الاستقالة جاءت مفاجأة إلى حد ما، إذ أنها جاءت بعد عرض التقرير على جونسون، هذا التقرير الذي عدته لجنة الامتيازات في مجلس العموم البريطاني، أشار إلى أن جونسون خدع البرلمان وأنه كذب في عدة مواقف. جونسون استخلص من هذا التقرير أنه سيتم إقالته من منصبه في المستقبل، لذلك سارع إلى تقديم هذه الاستقالة قبل أن تتم إقالته. التقرير لم يعرض بعد بشكل علني ورسمي، إذ من المقرر أن تجتمع اللجنة غدا الاثنين وتقوم بنشر التقرير يوم الثلاثاء أو الأربعاء. جونسون في رسالته المطولة التي عبر فيها عن امتعاضه من نتائج التقرير اتهم هذه اللجنة بأنها مثل محكمة الكنغارو، وقال إن لديها نية مبيتة للتخلص منه، كما اتهم رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بأنه خرج عن البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين والذي فاز بموجبه بوريس جونسون عام 2019. هذه الهجمات على ريشي سوناك، وكان الذي تعرض في السابق لانتقادات من أعضاء آخرين من حزب المحافظين الموالين لبوريس جونسون، تأتي في وقت حرج، لا سيما وأن سوناك يخوض الآن كما يقول المعركة الاقتصادية، خفض الأسعار وحل مسألة غلاء المعيشة. هذا الاضطراب الذي أحدثته استقالة جونسون ستكون له انعكاسات في الأيام المقبلة. رأينا اليوم عضو ثالث هو ناجل آدمز قدم استقالته من البرلمان فورا، لكنه لم يذكر في استقالته أنه قدم هذه الاستقالة بسبب ما حصل مع بوريس جونسون. بالأمس سبقته نادين دوريس وهي وزيرة سابقة من موالين لجونسون وأعلنت استقالتها. هذا يعني أنه ستكون هناك ثلاثة انتخابات فرعية لحزب في بريطانيا خلال شهر من الآن للبحث عن أعضاء في البرلمان يخلفون الأعضاء المستقلين. لذلك يعني لا يعرف فيما إذا كان حزب المحافظين سيحتفظ بهذه المقاعد أم أنه سيخسرها للمعارضة. على كل حال الأيام المقبلة ستكشف المزيد من هذه التبعات على استقالة بوريس جونسون من عضوية البرلمان بعد أكثر من 20 عاما قضاها في هذا البرلمان. أسامة كرماوي، BBC، وايت هول، لندن.